الزيارة الأخيرة التي قادت وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الملك بوضياف إلى ولاية غليزان كانت فرصة للإطلاع على الوضع الحقيقي لمستشفيات الولاية، نوعية الخدمات المقدمة وتوفر الأطباء الأخصائيين وقفنا عليه خلال الزيارة. فمستشفيات الولاية رغم توفرها على إمكانات كبيرة تبقى العديد من النقائص مسجلة خاصة بمصالح الولادة. هذا السبيطار هذا جبت المرض زيد هنا، أما لا ما بغاش يقضبوا لي سيبوني لغليزان، المرأة ما عندها والو. من قلت لهم علاه قال لك مكاش طبيب ومكاش الماتريال، مكاش اللي يتحمل المسؤولية أخويا ديها منه. مقابل ذلك استحسن البعض الخدمات المقدمة. المستشفى هذه الحمد لله كل شيء موفر الحمد لله. أنا عندي بنت زادت عندها مدة 5 أيام قاموا بها ما شاء الله الحمد لله. زيت هنا قاموا بنا غاية كل شيء مليح وما نجي كل شيء موفر هنا. ربما كاين بعض التخصصات مثل الجينيكولوجي ولا الراديولوجي فيه ناس اللي بعثوهم، يعني كاين اللي وصلوا كاين اللي مازال ما لحقوش. احنا الدفعه اللي فاتت فيه كثير منهم اللي التحق الان بعد سيدنا رمضان بعد العطله الصيفيه. وضعيه موظفي عقود ما قبل التشغيل في هذا القطاع الحساس والحيوي لا تزال معلقه، فالضبابيه في التوظيف تبقى السائده في بعض المستشفيات على حد تعبيرهم. كاين ناس هنا راه في 5 وعندها دبلوم تاعها، كاين اللي عندها دبلوم كاين ليسونسي ما كاينش اللي فات، يجيبوه من برا ويفوتوا في نفس البيطار، ما عندك الحق باش تهضر حتى بحاجه. جاو لي بوست وداروا لي كونكور بصح ما فوتوش مع عندنا حنايا كيما نقولوا. جابوه من برا. لا، ميم با ما افيشيونا، ما شفنا حتى كي نشوفوا الناس دخلت تخدم. ولاية غليزان التي تحظى بهياكل صحية مميزة ومشاريع أخرى في طور الإنجاز من شأنها رفع الغبن والمشقة عن سكان المنطقة التي تعتبر همزة وصل باتجاه الغرب الجزائري.